بقية أشواطنا في هذا اليوم هي تتكون من 12 شوطا بإذن الله تعالى، والشوط الأول ينتهي، والشوط الأول الرئيسي للقعدان المفاريد يستعد للانطلاقة، وأيضا أحد الزملاء المعلقين المبدعين دائما وأبدا حمد بن هزاع بوشريدة يستعد أيضا للتعليق، له التوفيق ولكم حسن المتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترحيبنا يتجدد بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في النسخة الثانية من هذا السباق التمهيدي الثاني للمفاريد، ومع انطلاقة الشوط الأول الرئيسي المخصص لسن المفاريد القعدان، وانطلاقة سليمة وموفقة بحفظ من الله سبحانه وتعالى ورعايته. نسير بحضراتكم بالصدارة وبالمركز الأول، حيث ينطلق مرسال بشعار سيد فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري، يتقدم مع مرسال على المركز الأول، نقلتنا إلى المركز الثاني. نشوف نتابع الواصل مزاح بشعار السيد محمد بن علي بن محمد بن راشد آل نديل، والمركز الثالث، المركز الثالث شعار الدواس الدوسري قادم مع معلن فالح بن غنيم بن عبد الله الدواس الدوسري، والمركز الرابع يصل وينطلق شعار البطل على ظهر المحيط جابر بن سالم بن جابر بن جبران، والمركز الخامس مستمعين الأفاضل الوصول من قبل مسير بشعار السيد عبد الله بن جار الله بن عبد الله النابت. هذه الخمسة المراكز الأولى التي نعود من بعدها للصدارة ولصاحب الكلمة الأقوى حتى هذه اللحظات. مرسال يقدم رسائله الجميلة في هذا الصباح، فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري يقدم خير تقديم في هذا الانطلاق مع أول الأشواط، ولكن سيل جارف من المفاريد القعدان واصل، يتقدمها هياض علي بن فهيد بن سعيد بن سلعان قادم مع المركز الثاني مع هياض واصل. ركز يا راعي مرسال، ركز يا راعي مرسال، بن سلعان واصل على مستوى المركز الثاني. الشوط الرئيسي وين؟ ولكن نفس السيناريو يتكرر، سيناريو الشوط الرئيسي للإبكار مع انطلاقة مرسال فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري. يا سلام، يغادر بالفوز، يغادر بنقطة أول الأشواط الرئيسي. يا سلام يا راعي مرسال، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان من نصيب هياض بشعار السيد علي بن فهيد بن سلعان، المركز الثالث، المركز الثالث النايف بشعار السيد جابر بن هادي بن سالم العذبة، المركز الرابع، المركز الرابع مغادر بريك بن طالب بن هليل، بينما المركز الخامس يصل فيه راهي بشعار السيد راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. تابعنا انطلاقة الشوط الرئيسي للمفاريد القعدان وأيضا سرعة هذه الأشواط الهائلة، شوط ويتلوه الآخر، والجيل الصاعد الذي يولد نجوما جديدة سوف تتابعونها بإذن الله تعالى في الموسم القادم بحول الله تعالى. تابعوا انطلاقة هذا الشوط الرئيسي ولحظات انتزاع مرسال اللي قام الشوط راس وأنهى هذا الشوط بعرض لافت للأنظار بشعار المنصوري فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري، اللي أيضا قدم خير تقديم في هذا الصباح. شوف الانفراد الكبير والانطلاق الرائع مع هذا الشعار الذي تميز وتألق وسطع نجمه في هذا الصباح، شعارك المنصوري مع مرسال، من أرسل الرسائل الجميلة رسائل الناموس إلى جماهير هذا الشعار الراقي، يقطع مسافة 1500 متر في توقيت زمني ممتاز، دقيقتين 9:25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مرسال فيصل بن راشد بن عبد الله المنصوري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني اللي ما قصر حقيقة هياض، من وصل على مستوى المركز الثاني دقيقتين 10:85 جزء من الثانية، بينما المركز الثالث أيضا شعار هياض، ومن قدم هياض علي بن فهيد بن سلعان، نهنيه على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. بينما المركز الثالث وأيضا لحظات وصولي وقدوم صاحب المركز الثالث في هذا الشوط الأول الرئيسي للمفاريد القعدان، يصل شعار العذبة على ظهر النايف على المركز الثالث دقيقتين 12 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك النايف جابر بن هادي بن سالم العذبة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.